إن كانت هذه الأشياء التي تحبونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا. لم يتوعد بمجرد أن يحب الإنسان هذه المحبوبات الثمانية، ده يا أخوان الإنسان جبل عليه، لكن أن تقدم محبة هذه الأشياء الثمانية على محبة الله عز وجل ورسوله الأمين صلى الله عليه وآله وسلم، فهنا الحرج والإثم والعدوان. يعني مثال يا أخوان، الأب بحب ولادات الصغار، هذا أمر طبيعي يا أخوان، وبلاعب ولادات ده شيء طبيعي، وهذه من الرحمة. لكن إذا أذن الأذان وأقيمت الصلاة وأنت لا تزال تداعب أبنائك وتلاعبهم وأضعت الصلاة، فهنا نقول قدمت محبة هؤلاء الصغار على ما يحبه الله عز وجل ويرضاه، وهذا هو الحرج. وقس على ذلك، دكانك فاتح، الأذان أذن والصلاة أقيمت وما قفلت وما صليت، إذن تدخل في جملة قوله سبحانه وتعالى فأولئك هم الخاسرون، كما ختم في الآية من سورة المنافقون. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. على أي حال، حتى لا نطيل المقدمات، لا ريب أن محبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم قربة عظيمة وطاعة جليلة، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الإنسان لا يكون مؤمنا كاملا في إيمانه حتى يكون هو صلى الله عليه وسلم أحب إليه من والده وولده، بل ومن نفسه التي بين جنبيه. والشأن، كل الشأن يا إخوان، أن يحبك المحبوب ويرضى عنك. الآن أنت تحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ونسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أحبابه وأن يحشرنا معه صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يسقينا من حوضه شربة هنية لا نظمأ بعدها أبدا. الشأن يا إخوان أن يحبك النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكيف تعلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو يحبك وقد أفضى إلى ربه صلى الله عليه وآله وسلم؟ بيّن لنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم عبر سنته والله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم الأسباب التي تقود إلى محبته صلى الله عليه وآله وسلم محبة حقيقية، وتقود إلى تعظيمه صلى الله عليه وآله وسلم تعظيما حقيقيا. وإلا فالكل يدعي يا إخوان، ودونكم اليهود والنصارى زعموا بأنهم أولياء الله وأحباؤه، فرد الله عليهم، قال تعالى قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق. والله عز وجل قد امتحن أقواما وابتلاهم لما زعموا محبة الله عز وجل، فقال الله سبحانه وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. والناس افترقوا في محبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما بين محبة شخصية عاطفية ومنهم من يهمل المحبة الشرعية اللازمة والواجبة، ولا ريب أن هذا الصنف في خسران وفي تيه وفي ضلال. الموفق يا إخوان لو كانت مجرد المحبة القرابية
أو الشخصية أو العاطفية تغني عنك من الله شيئا لأغنت عن أبي طالب، فإنه كان يحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن هذه المحبة كانت محبة قرابية شخصية عاطفية، حتى أنه أنشد وقال، لعلكم تعلمون ذلك، قال: ولقد علمت بأن دين محمد صلى الله عليه وآله وسلم من خير أديان البرية دينا، ولولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. فكان يحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم عموما، ولكن هذه محبة شخصية عاطفية قرابية، فما أغنت عنه من الله من شيء، وإن كان قد خفف عنه العذاب لكنه خالد في جهنم أبد الآباد، أعاذني الله وإياكم من هذا المصير. ومنهم من وفقه الله عز وجل فجمع بين المحبة الشخصية العاطفية القرابية، وجمع بين المحبة الشرعية، هذا هو الموفق وهذا هو المسدد. لأن ناس يا إخوان ينابذون أهل السنة، ونسأل الله يجعلنا وإياكم منهم أجمعون أو منهم أجمعين، ينابذون أهل السنة ويقولون ينابذونهم ويقولون أنتم من أهل الجفاء. كثير من الناس ينسبون أهل السنة وأحباب النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الحقيقة بأنهم أهل جفاء وتقصير، حتى أن أحدهم قام في أحد المساجد سائلين الله لنا وله الهداية والتوفيق والسداد، فقام وعرض إلى أهل السنة تعريضا، وقال قال السع أن إحنا بنحب أبهاتنا وأمهاتنا، قال فهل المحبة دي فوق متابعة؟ يقول لك متابعة متابعة متابعة. نقول أيوة فوق متابعة، لو كنت من الموفقين لعلمت ذلك. الآن يا أخوان، أنت لو بتحب أبوك ومحبة الوالد والبر إليه أيضا قربة وطاعة عظيمة، لكن لو بتحب أبوك يا إخوان وأبوك بيرسلك ما بتترسل، بينهاك عن فعل معين ما بتنتهي عنه، بيؤمرك بفعل معين ما بتأتمر بالفعل الأمر أكبر، تفتكر أبوك بيحبك؟ الجواب لا، لا يحبك، حتى وإن زعمت بأنك أنت تحبه. وده الكلام اللي كنا بنقول فوق هسع يا إخوان، أن الشأن كل الشأن أن يحبك النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ودي المتابعة باختصار شديد يا إخوان. والرجل فات عليه هذا الكلام، أبوك قال لك يا ولد أمشي تمشي طوالي، يا ولد تعال تجي طوالي، سوي الشيء الفلاني حاضر يا أبوي، ما تبع على الشيء العلاني حاضر يا أبوي. هذه هي المتابعة، وما المتابعة إلا أوامر تؤتمر ونواهي تترك، بتعمل كده طوالي أبوك بحبك. ونحن في هذا الزمان يا إخوان، ومع كثرة الفتن صار الناس إلى صنفين، منهم من يغلو في محبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى درجة العبادة،
ومنهم من يجفو فيه صلى الله عليه وآله وسلم، ولعل نعرض لهم في خاتمة هذه الكلمة، وهم ما يسمى بالقرآنيين الذين يزهدون الناس في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويزعمون أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو مبلغ وليس بمشرع أبدا، ويشككون الناس في أحاديثه صلى الله عليه وآله وسلم، ويشككون الناس في حملة السنة، وهم أئمة أعلام وزهاد. أما الصنف الأول الذين يزعمون محبته صلى الله عليه وآله وسلم، وهم أبعد الناس عن سنته، والإنسان يا إخوان إذا كان يحب إنسانا آخر أو شخصا آخر فهناك أمارات وعلامات تدل على أنه يحبه أو يحبه، وإلا لو كان الأمر مجرد ادعاء فكما أسلفت لكم كثير من الناس يدعون ذلك، وكثير من الناس يدعون أنهم أهل السنة والجماعة، وما هي إلا شعارات جوفاء. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. أول ضابط من ضوابط المحبة الحقيقية هي المتابعة، وقد فسرت يا إخوان هذه الكلمة وهذه الشهادة العظيمة، شهادة أن محمداً رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فسرت بأربع كلمات. أي كلمة لها تفسير يا إخوان؟ كلمة التوحيد لا إله إلا الله، فسرت بلا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى، وشهادة أن محمداً رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسرت بأربع كلمات: طاعته فيما أمر، واجتناب ما عنه نهى وزجر، وتصديقه فيما أخبر صلى الله عليه وآله وسلم، وأن لا نعبد الله إلا على طريقته صلى الله عليه وسلم، أي بما شرعه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه الأمور الأربعة كلها بأدلتها، وزول يا أخوان الدار يكون موفق، دائما يجالس ناس إذا كانوا دارين يغرروا معلومة، أي معلومة صغيرة كانت أم كبيرة، فيقررونها مدعومة بأدلة وبراهين من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي معلومة داير تغررها للناس طوال تدعم بالأدلة من الكتاب والسنة، وإلا فهو كلام أجوف كما يفعل كثير من الناس يا إخوان، يأتي في محفل كهذا أو أكبر من هذا فإذا به يخاطب الناس عبارة عن جمل وكلمات إنشائية وعبارات بلاغية منمغة وموسقة، وقد يتحدث ساعات وساعات ولا يذكر آية ولا حديث واحد من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كله كلام فارغ لا يسمن ولا يغني من جوع. هذا المحفل إذا كنت داير تتونس ونس بتاع الدنيا معليش ده شتان، أما إذا كان هذا المحفل باسم الدين فعليك أن تدعم كلامك بأدلة من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن إلى هذه الأربعة في عجالة يا إخواني زول، والله هذه وصيتي لنفسي وللحاضرين، أي زول يا إخوان يريد أن يكون من أحبابه صلى الله عليه وآله وسلم ومن أتباعه وأن يشرب من يده الشريفة صلى الله عليه وآله وسلم، فعليه بهذه الأربع الهسع ذكرناه، وبندعم بأدلته، ونحاول الاختصار حتى يختم أخانا الشيخ الفاضل أخانا آدم.
وقبل هذه الأربع نقول يا إخوان، إذا اقترف إنسان ما كبيرة من كبائر الذنوب كشرب الخمر مثلا، فهل يقال بأنه خارج عن أهل السنة والجماعة؟ الجواب لا. بيقول لا، تبرى السنة لو في زول شرب خمرة يا إخوان مثلا، والخمرة من كبائر الذنوب، يقال أنت مبتدع وخارج عن دائرة أهل السنة والجماعة؟ الجواب لا. ذلك بأن أحدا من الناس جلس وأوهم الناس وقال هذا صحابي جليل كان يشرب الخمر ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحبه والله عز وجل يحبه. نقول صحيح، وهو من أولياء الله عز وجل بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم حمار رضي الله عنه وأرضاه، لأنه كان يشرب الخمر فيقام عليه الحد وكرر ذلك، فلعنه بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فنهاهم عن ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقال إنه رجل يحب الله ورسوله. دولي خلاص قطع الشر بشهادة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو لا ينطق عن الهوى. هو بيقول الكلام ده يا إخوان عشان يزهد الناس في الاتباع. أقول لك ده بيشرب خمرة ومع ذلك هو من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم ومن أحبابه. نقول أيوة نعم، لا تتنافى مع المتابعة ولا تخرج الإنسان عن دائرة أهل السنة والجماعة. وأما البدع والمحدثات والضلالات فإنها هي التي تخرج الإنسان عن دائرة أهل السنة والجماعة. فلنفرق يا إخوان، نزعتهم نقع في ذنوب الله كبيرة كانت أم صغيرة، والمعصوم من عصمه الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. أيوة نقع في الذنوب لكن ما بنباشر البدع ولا بنخالط البدع، ولو في يوم من الأيام وقعنا في بدعة جهلا مننا ونصحنا زول ناصح أمين وبين لنا إنه الفعل ده يمثل بدعة وبمرقق عن دائرة أهل السنة والجماعة، ننتهي طوالي ونقول له جزاك الله خير ولا نستكبر أبدا. بعد ما اتصلنا الحجة والبيان تاني ما بنلوي راسنا كله كله، نقول سمعنا وأطعنا وجزاك الله عنا خير الجزاء. على كل، طاعته فيما أمر واجتناب ما عنه نهى وزجر صلى الله عليه وسلم، الدليل قوله تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال لك سويه سويه، إلا حاجة غلبتك تب، فإن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. والله يا إخوان هذا الدين سهل ويسير، وتكمن هذه السهولة وهذا اليسر في تطبيقه تطبيقا صحيحا. والله متى ما الإنسان طبق الدين تطبيق صحيح يعرف إنه في غاية السهولة واليسر. الدين عقدوه أهل البدع يا إخوان الضلالات الذين نسبوا لهذا الدين ما ليس منه، وزادوا وغيروا وبدلوا، فتفرقت الأمة وصار الشتات كما هو حاصل الآن. صلى الله يجمع هذه الأمة على كلمة سواء. وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال لك خليه خليه. ودعونا نأخذ مثالا قبل ما نجي للاثنين الأخيرات. أخذنا اثنين يا أخوان من أمثلة المحبة الحقيقية والتعظيم الحقيقي، طاعة النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما يخبر به أو في كل ما يأمر به، وأن تنتهي عما نهاك عنه حالا. لكن قبل ما نجي لتصديقه فيما أخبر وأن لا نعبد الله إلا بما شرع، نذكر قصة طيبة. الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه
عن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: بايع النبي صلى الله عليه وآله وسلم طائفة من أصحابه وأسر إليهم كلمة خفية: ألا تسألوا الناس شيئا. قال عوف: فلقد رأيت بعض أولئك النفر يسقط الصوت من يده ولا يقول لأحد ناولني إياه. كل ليه؟ طاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه بيننا هام. قال لهم: ما تسألوا ذو الحاجة. كله ما تسأل، يعني ما تجحد ذو الحاجة. وكانوا يركبون الدواب، والدواب تغاد بهذه السياط. قال: فلقد رأيت بعض أولئك النفر، يعني الذين أوصاهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يسقط الصوت من يده، راكب الحمار أو الحصان أو البغل، يسقط الصوت من يده ولا يقول لأحد ناولني إياه. براو بينزل من الدابة بتاعته وبيتناول الصوت وبيعتلي الدابة مرة أخرى. ده لو زول في زمننا يا أخوان يتفلسف ينظر، يقول لك صحيح النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهانا أن نسأل الناس، ولكن ليس لهذه الدرجة. يقول لك ما له درجة الصوت وقع. أسع كان قلت لفلان ارفع عليه الصوت فوق حاجة، ما فوق حاجة، ما للدرجة دي. لا للدرجة دي، طالما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أوصى بذلك خلاص للدرجة. إذن طاعته بما أخبر أو طاعته بما أمر واجتناب ما عنه نهى وزجر قسمان، وتصديقه فيما أخبر صلى الله عليه وآله وسلم. يا إخوان، إذا صح الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلا يجوز لأحد أن يرتاب فيه أو أن يماري فيه أبدا. ودير بن جليم إن شاء الله في خاتمة الكلام. فإن الله يقول في شأنه صلى الله عليه وآله وسلم: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال لنا عيسى بينزل في آخر الزمان نصدق طوالي. ما بنقول كما قالت اليهود لما أمرهم الله عز وجل أن يذبحوا بقرة، قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي. أسع بعض الناس الآن بقى يقول لك هذا الخبر نحن نرتاب فيه ولا نصدقه أبدا. ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال بأنه ينزل في آخر الزمان كعلامة من علامات الساعة الكبرى. يقول لك عيسى الزمن ده كله عايش وين؟ وفيات سما الأولى الثانية السابعة، وبيأكل شنو؟ يا أخي أنت سألوك من الحاجات دي بالله عليك سألوك منها؟ أنت عليك بس تؤمن بأن عيسى في السماء، ما مطالب يا تسمى يا أخي الأولى الثانية، بس تؤمن بأنه في السماء وأنه ينزل في آخر الزمان، بس موضوع انتهى. تاني ما شغلتك يا أخي يا تسمى الخامسة السادسة بيأكل شنو ما بيأكل شنو، ما شغلتك. المهم تصديقه فيما أخبر. الرابعة: أن لا نعبد الله إلا بما شرع على لسان نبيه الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. والآن يا إخوان إلى مقارنة خفيفة وسريعة قبل هذه النقطة. نقول يا إخوان، هذا يدعي محبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والسني يقول هو من أحباب وأتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. المدعي يصافح النساء والمتابع لا يصافح النساء. ليه؟ طاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ما بصافح النساء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والمدعي يبني على القبور والمتابع لا يبني على القبور أبدا، وينهى الناس عن البناء على القبور طاعة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والمدعي يحف اللحية ويعفي الشارب، قلب الشغلة كله والله يا إخوان، حتى أن الناس يمجدونه ويعظمونه، يقول يا أبشنب، مش كده؟ ما صحيح يا أخ، أنت ما تعينه على المنكر،
انت تقول يا اب شنب وتنتفخ اوداجه، بينبسط مش كده؟ بينبسط، تالي ما بحفه. والصواب خلاف ذلك، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال حفوا الشوارب واعفوا اللحى. فالمدعي عكس الشغلانه يا اخوان، والمتابع والمحب على الحقيقه يوفر اللحيه وياخذ من الشارب متابعه وطاعه لرسول الله صلى الله عليه واله وسلم. فهكذا قيس على ذلك. على كل حال، أن لا نعبد الله إلا على طريقته حتى لا نطيل الكلام، هذا يقودنا إلى الذي يخرج الإنسان عن دائرة أهل السنة والجماعة، وهي البدع. وما أدراك ما البدع؟ عافانا الله عز وجل وإياكم منها وسلمنا تسليما. لأنه قبل قلنا يا إخوان، الإنسان إذا أتى منكر حتى إن كان في درجة كبيرة لا يقال بأنه مبتدع، وأما إن أتى بدعة فيقال بأنه مبتدع بعد البيان والتلطف. الناس يا إخوان في جهلة أو في غفلة وفي جهل وفي إعراض عن دين الله عز وجل، والله كلهم أو جلهم. وإذا أردت أن تتحقق من ذلك، من الساعة 6 صباحا لـ8 صباحا في الساعتين دي، الآن الفجر يقام 6:15 أو 6:10 على اختلاف المساجد، تجد صفا واحدا أو اثنين بالكثير ثلاثة، بعدها بنص ساعة أو ساعة بس 7:15 تجد الطرقات تغص بالمارة وتكاد تضيق بهم جنبات الطريق، مش كده يا اخوان؟ هسع ما كنا احنا ملمومين في حله واحده يا جماعه، الناس اللي اتنقتوا من البيوت دي قبل ساعه واحده كلنا كنا في البيوت، والمسجد صفين بالكثير ثلاثه، وبعد نص ساعه بس من شده الزحام مرات الا تمشي تتدبه بطرف الطريق. كنت وين قبل نص ساعه يا اخوان؟ الناس في غفله وفي اعراض تام عن دين الله عز وجل، عافاني الله واياكم من ذلك. فنحن طالما انهم معرضين وفي غفله ما نعاملهم بشده يا اخوان. الكلام بمناسبه ان الانسان حتى يقال بانه مبتدع لا بد من البيان، والبيان بتلطف وبطريقه طيبه وبسلوك حسن. فإن الله يقول ومن يشاغب الرسول من بعد ما تبين، أول حاجة البيان. جاهل لا نحكم عليه ببدعة، مغشوش متأول حتى ننقض عنه هذه الشبهات وهذه الضلالات، وبعد ذاك نحج يا إخوان بالتي هي أحسن، بعد ذاك يحكم عليه. ومن يشاغب الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فاحنا ما بنلوق اذا لقينا زول بباشر في البدعه، هذا عارفين انها بدعه، ما طوالي بنقوم يا مبتدع انت يا مبتدع ده شنو اللي بيسوي فوق، لا نقول بهذا. والا نفر عنك نفورا، وجربنا والله الاساليب ده يا اخوان، احنا والله تخرجنا من مدرسه شرسه لكن عافانا الله عز وجل منها، ولقيناه ما بتؤتي كله كل. ونصحونا المشايخ منهم الامام العلم رحمه الله تعالى الشيخ عبد العزيز بن باز، قال كلما غلب على الناس الجهل والغفله غلب جانب اللين، ولنا سلف في ذلك. مالك يا اخوان امام دار الهجره قال مقاله طيبة وعظيمة ينبغي أن نحفظها ونطبقها في خاصة أنفسنا وندعو الناس إليها، حيث يقول هذا الإمام قال لا تنظروا في ذنوب الناس كأنكم أرباب. ما دعاهم في الزول بيعمل في الذنب، أنت زيل كأنك رب العالمين وكأنك أنت اللي بتأخذ بهذا الذنب، وكأنك اللي انت اللي بتغفر له
إن تاب وأناب ورجع قال لا تنظروا في ذنوب الناس كأنكم أرباب وانظروا إلى ذنوبكم كأنكم عبيد فارحموا أهل البلاء واحمدوا الله على العافية. المبتدع ده ما في بلاء، اللي بيخالط البدع وبيمارس البدع وبيباشر البدع ده في بلاء، وأنت في عافية ونور من الله عز وجل. فارحموا أهل البلاء، ترحموا كيف؟ يعني تبين له بالتي هي أحسن أن هذه الأفعال التي يفعلها هي من جنس البدع والمحدثات والضلالات، وأنها تباعد بينه وبين محبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أعني المحبة الحقيقية. قول آخر للفاروق عمر ونختم به ونتوجه إلى صوب هذا الذنب الذي يخرج الإنسان عن دائرة أهل السنة والجماعة. شيخ كان هنا يدينا خبر كان يرين. قال الفاروق رضي الله عنه وأرضاه، رغم أن عمر يا إخوان كما تعلمون هو شديد، لكن الشدة دي على منه؟ على أهل الباطل. أما على المؤمنين فكان رؤوفا رحيما رضي الله عنه وأرضاه. والشدة في موضعها حكمة، كما أن اللين في موضعه حكمة، فلا يختلط الحابل بالنابل يا إخوان. أهل السنة ولله الحمد والمنة يعرفون تماما على من يشتدون وعلى من يغلظون وعلى من يجنون أو يلينون الجانب ويخفضون الجناح، هذا كله بتوفيق من الله عز وجل. فقال الفاروق أو دعنا حتى نستذكر هذه المقالة، ولعل الذنوب تنسي الإنسان، سائل الله أن يعفو عنا وعنكم. حتى نستذكر هذه المقالة نعود إلى هذا الذنب الذي يخرج الإنسان عن دائرة أهل السنة والجماعة، وهي البدع والمحدثات، وما أدراك ما البدع والمحدثات. ونحن حتى لا نطيل الكلام وتصل المعلومة بطريقة سهلة ويسيرة، نقول يا إخوان البدع تنقسم إلى أربعة أقسام، وكل نمثل له بمثال واحد حتى ترسخ المعلومة، وكل ذلك لا يتعدى دقائق معدودة. من البدع يا إخوان ما يكون في أصل العبادة، عبادة جديدة لن جاب من راسه ونسبها للدين، فإن الله عز وجل يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الدين كمل كله يا أخوان، ما عليك إلا التطبيق، كمل كله بالواجبات والمندوبات والمستحبات كله، ما عليك إلا التطبيق. الآن الباغة دي يا أخوان لو مليانة فل وأنا خطيت فيها بلح، اللي بيحصل شنو؟ بتدفق. إذا نقصت أنت داير تزيد صحيح، لكن نقصت. فمن أمثلة هذا النوع ما يسمى بالموالد، سائل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه. ونحن يا إخوان لما نناقش مسألة نناقشها بموضوعية ونناقشها بأدلتها، ومش ده القصد يا إخوان إنك تعقنن على فلان أو تعقنن على علان أو تستفز فلان أو فلان يستفزك، لا، المقصود إحقاق الحق والباطل والتمييز والتفريق بين الرجل المحق والرجل المبطل. ما يسمى بهذه الموالد هي في أصل الدين ليست بموجودة، كله كله يا إخوان. ومن ضمن ذلك ما يسمى بميلاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا ريب أن الذين يفعلون ذلك يقصدون
تعظيم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومحبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن لهم ذلك بهذه الطريقة. ما اتصل والله لمحبة النبي صلى الله عليه وسلم. أنت جبت لك عبادة جديدة بتستمر 12 يوم من كل سنة، من يوم واحد ربيع أول لغاية 12 ربيع أول كل سنة، صحيح؟ بميقات زماني ومكاني كمان. أما الميقات الزماني فمن واحد ربيع أول ل 12 ربيع أول، وأما الميقات المكاني فالساحات والمساجد والأمكنة العامة. فهل لكم من برهان؟ وحتى لا نطيل الكلام، والمقام ليس مقام تفصيل دقيق، ولكن فليعلم الذين يفعلون ذلك أنهم يسألون سؤالا واحدا ومباشرا، يقال أنت تحتفل بميلاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ يقول نعم. يقال من الذي شرعه؟ وهنا يقف الرجل حائرا وعاجزا عن الجواب. والله حيقعد يتلفت شمال ويمين، ديك قالوا لنا كده وديك قالوا لنا كده وديك قالوا لنا أعتق ثويبة وديك قالوا لنا كده. يقال هل بعث الله لك فلان أو علام من الناس؟ تقول لا. يقال من بعثنا لك؟ تقول بعث لي النبي صلى الله عليه وسلم. فهل أمرك بذلك؟ لا. هل فعل ذلك؟ لا. هل فعل ذلك أحد من الصحابة؟ لا، إلى آخره. إذن فهل يقبل ذلك؟ والله يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ما في عيد يا أخوان، هذا في أصل العبادة وما يسمى بالحوليات. الناس يا أخوان تتسع الصدور، والمقصد أن يرد العاصي إلى الصواب، والمقصد أن نأتمر بالمعروف وأن نتناهى عن المنكر فيما بيننا، عسى الله أن يرحمنا. والله يا أخوان لولا هذه الطائفة سائلي الله أن ينصرهم حيثما حلوا وفي أي بقعة كانوا لهلك الناس كلهم أجمعون. يا أخوان النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث حذيفة رواه الترمذي، قال والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن أن يعمكم الله بعقاب أو بعذاب ثم تدعونه فلا يستجيب لكم. الآن المسلمين مش قاعدين يدعوا، لكن هناك إجابة؟ لا إجابة. لماذا؟ الرب هو الرب سبحانه وتعالى، ولكن الموانع، وما أكثر الموانع، عافانا الله وإياكم. ما يسمى بالحوليات هذه من البدع التي في أصل العبادة. يموت الرجل في يوم 1/1/2015، فإذا بهم يجتمعون في يوم 1/1/2016، يقال هذه حولية فلان ابن فلان، حولية من حول يعني حال عليه الحول، فيجتمعون ويصنعون الطعام ويتمايلون يمنة ويسرى وينسبون ذلك إلى الدين، والدين بريء من ذلك كله. دي في أصل العبادة جديدة لي، وإلا فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم مات صلى الله عليه وسلم وحال عليه الحول والحولان وثلاثة وعشر ومية وألف، مش كذا؟ وكذا الصحابة، الصديق مات وحال عليه الحول والحولان ومية حول وخمسمية حول. حصل سمعته بحولية الصديق؟ من كان له برهان فليأتنا به. سمعته بحولية الفاروق؟ حولية علي؟ حولية صهيب الرومي؟ الجواب لا. إذن هذه من البدع التي تكون في أصل الدين. وحسبنا المثالين ديل يا أخوان حتى لا نطيل وننتقل لواحد تاني. من البدع ما يكون في زيادة على العبادة المشروعة. العبادة موجودة لكنه زاد عليها، فأصل العبادة مشروع وهذه الزيادة مردودة، وأنت مؤاخذ بفعلك هذا. دي قلنا أصلا ما عندها أصل، كله أما دي عندها أصل لكن زاد عليها. نضرب الأمثلة ما رواه أبو داود في سننه أن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما سمع رجلا عطسا فقال قال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستوقفه ابن عمر
وحس عدا لو كان واحد من أهل السنة لقالوا له الشتائم والسباب. لكن نسأل الله يرزقنا وإياكم الفقه في الدين. وقف طوالي قال يا هذا نعم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن ما هكذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن إذا عطس أحدنا أن يقول الحمد لله بس، بعد ذلك يقول لا والتاني يرحمك الله إلى آخر الحديث. أما الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذه زيادة، ونهاه ابن عمر عن ذلك، قال تقول الحمد لله وحسب، عرفته. وقيس على ذلك إنسان يتوضأ وكمال الوضوء 3 مرات، اتوضيت المرة الأولى ده الواجب، ونحن كلنا يا اخوان ما بننصح بالوضوء مرة واحدة، حتى احنا اللي بيتكلم قدامكم ليه؟ لأننا لا نحسن الوضوء عديل كده. اللي بيتوضأ واحد واحد ده لازم يكون متقن الوضوء إتقان شامل كامل، لأنك بتغسل غسلة واحدة، فالواحد ده الفريضة، الثانية دي السنة، الثالثة دي كمال السنة، الزيادة الرابعة يقال هذه بدعة في الزيادة على العبادة المشروعة وهي مردودة عليك تماما. بعد ما كملت 3 قلت يا زول أخذ لي غسلة رابعة عشان الشغلة تنجط، الرابعة دي مردودة عليك. وقيس على ذلك. ومثال أخير وهذا من أعجب ما رأيته وسمعته عبر التلفاز، أن أحد الفقهاء أو الذين يزعمون أنهم من الفقهاء قال البعض يقول في الصلاة الإبراهيمية لفظة سيدنا هذه ليست بموجودة. طبعا الصلاة الإبراهيمية يا إخوان تعد ركنا من أركان الصلاة، يعني في الجلوس الأخير كما هو معلوم لديكم. فالذي هو مشروع أن يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، هذه الزيادة قال اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم. الرجل قال لا حرج في ذلك. قلنا له كويس خلاص قاعدين نسمع ونشوف فوقه، ما أصل زول اللي بيكون على غير حق وعلى غير هدى يسير ده يا اخوان لابد يتناقض. والله بس انت تتابع كلامه من اوله لاخره، لابد يتناقض. مشى لقدام قال اما الاذان ايوه الذي يرفع فما فوق لفظ سيدنا، وعلل قال لماذا؟ قال لان هذه عباده. والله وطيب اقبل الصلاه الابراهيميه ما عباده؟ قال اما المؤذن ما بجوز له يقول، يعني لا من يرفع النداء يقول اشهد ان محمدا رسول الله، ما يقول اشهد ان سيدنا، مشكله. ثم علل وقال لان هذه عباده. طيب قبال الصلاه الابراهيميه عباده ولا ما عباده يا اخوان؟ اذا كلام ينقض اوله اخره، أو ينقض أوله آخره وينقض آخره أوله. المهم هذا القسم الثاني من أنواع البدع، ما يكون في زيادة على العبادة المشروعة. وديننا ده يا أخواننا زي ما قلت لكم قبيل سائل ويسير، ولعلي أطلت الكلام يا إخوان، النبي صلى الله عليه وآله وسلم خرج ذات يوم من بيته، من بيت أم المؤمنين جويرية، فوجدها في مصلاها تذكر الله سبحانه وتعالى، فخرج وعاد في آخر النهار. بعض الناس بيفتكر العبادة إلا تشدد على نفسك وتضيق والدل بجرد الألفية، ما في أخ والله الذي لا إله غير ما في كله كله. نحن نتحدث عن هذه الألفية، لا نتحدث عن مسبحة أو غير ذلك بصرف النظر عن إذا كان هذا الأمر ثابتا عنه أم غير ثابت، لكن نتحدث عن هذه الألفية، ألفية ألف، نتحدث عن هذا الرقم
ألف ألف. من الذي حدد هذا الألف؟ ومن الذي شرع؟ على كل نقول يا إخوان ونواصل. خلاص نحن بارك الله فيكم لما ضربنا المثال بهذه الألفية كان أصل الكلام أن الدين سهل ويسير، والذي يفرض على العباد أن يقولوا هذا النوع من الأذكار ألف مرة. أولا أين لك هذا الدليل وهذا النص؟ هذه الأعداد يحددها الشارع بنص في كتاب الله عز وجل أو على لسان رسوله الأمين صلى الله عليه وسلم. إحنا يا جماعة بعد دبر الصلوات المكتوبات اللي بيقول لنا سبحوا 33، الحد 33 دمنه الجواب هو سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم. في أذكار الصباح والمساء تقول سبحان الله وبحمده 100 مرة. الحدد 100 مرة، العدد ده الحدد منه؟ حدده النبي صلى الله عليه وسلم. أما اللي بيقول لنا تذكر الله تقول كذا وكذا 1000 مرة، فمن أين لك هذا؟ وبعدين 1000 مرة ده تشديد على النفوس يا أخ، والشريعة ما فيها تشديد والله يا إخوان. كما أسلفت لكم الدين سهل ويسير، والسهولة واليسر تكمن في فهمه فهما صحيحا. سأل الله أن يوفقنا وإياكم أن نفهمه فهما صحيحا. أيوة نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما خرج من جويرية تركها وهي تذكر الله سبحانه وتعالى، وعاد في آخر النهار ووجدها في مصلاها، قال أما زلت على الحالة التي كنت عليها؟ قالت نعم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف الكلام اللي بقول لك هسه. قال فإني قلت 4 كلمات 3 مرات. قال بعديها قال تعدل ما قلتيه من الصباح للظهر. قال لا، أنا قلت بس 4 كلمات قلتها 3 مرات، بتعدل الكلام اللي بتقوليه ده كله من الصباح. قال فإني قلت سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. قال لا، قلتها 3 مرات بس، تعدل الكلام اللي قلتيه كله. أيوة. إذن الدين يا أخي بيرفع الحرج على الناس، مش بيضيق وبشدد على الناس. وزيادة على ما أقول، نحن قلنا قبل يا أخوان الزول لو دار يقرر معلومة دائما يدعمها بأدلتها من كتاب الله ومن سنة رسوله الأمين صلى الله عليه وسلم. ومصداقا لهذا الذي نقوله ما رواه الشيخان عن أنس بن مالك أن 3 رهط أتوا إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسألوا عائشة عن بعض عبادات النبي صلى الله عليه وآله وسلم، سألوها عن الصيام والقيام فأجابتهم. قال الراوي أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه قال فكأنهم تقالوها، شافوها قليلة. أي قالوا ذاك رجل غفر الله ما تقدم من ذنبه وما تأخر، أما أنا فأقوم الليل ولا أنام. العمل ده ظاهره كده مش ظاهره طيب، في الظاهر كده مش كده، لكن بوريك في خاتمة الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أبطل هذا الفعل. الشغلة ما تشديد وتضييق على النفس. وقال الآخر وأما أنا فأصوم ولا أفطر، صائم طوالي. وهذا العمل أيضا ظاهره حسن. وقال الآخر وأما أنا فلا أتزوج النساء. قال يا خنا والله ما داير لي مرة تشغلني بعد شوية قفة الملاح والسكر والجري والبنابر بتاعت الشفع وكده. قال لا، أنا داري اتفرق لعبادة الله عز وجل. ثم انصرفوا. فلما أقبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأخبر بمقالتهم أرسل إليهم استدعام طوالي، ما يخليهم النبي صلى الله عليه وسلم، لا يسكت عن المنكر أبدا ولا يقر الباطل أبدا.
جبال لو كان وراه وسكت بعد كده تقول انا صايم الدهر كله ما في مشكله. قول بسوق الليل بسوق الليل يا سايق سوق الليل ما في مشكله عندك سند هناك. لكن لما ارسل اليهم النبي صلى الله عليه واله وسلم قال انتم الذين قلتم كذا وكذا وكذا، قالوا نعم، قال اما انا ودل بهمني وبهمكم كلكم، قال اما انا فاعلمكم واخشاكم واتقاكم، فاني اقوم الليله وانام واصوم وافطر واتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني هكذا. اذن يا اخوان هذا ما اردنا بيانه، ان الدين سهل ويسير، ليبلوكم ايكم اكثر عملا ام ايكم احسن عملا. يا توفيقكم ليبلوكم ايكم احسن عملا. العمل الحسن هو ما كان خالصا صوابا، خالصا تبتغي وجه الله عز وجل بهذا العمل صوابا، اي موافقا لهدي النبي صلى الله عليه واله وسلم. اذا ده القسمين من البدع ما يكون في اصل الدين، مثلنا بالموالد والحوليات، ومن البدع ما يكون في زياده على العباده المشروعه، ومثلنا بلفظ سيدنا، ومثلنا بالوضوء للمره الرابعه، ومثلنا بحديث ابن عمر حيث نهى الرجل لانه قال الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. من البدع ما يكون في صفه اداء العباده، العباده مشروعه لكنه اداها بصفه اخرجتها عن دائره، كمثال الذين يجتمعون في الاذكار ويتمايلون يمنة ويسرى ويقرعون الطبول ويضربون الدفوف. نقول أصل الذكر مشروع وجائز، لكن هذه الصفة التي تذكرون الله بها أخرجته عن دائرة المشروعية. وأنا قبل كده زور ناقشته في الشقلة في الفتحاب، كلامي ما وقع له فما طولت مع شديد، قلت له يا أخي، قال لي يا أخي نحن بنقول لا إله إلا الله، وطبعا بيقوله وبيلف كده، عرفتها الصفة بتاعت التمايل ويمنى ويسرى وهذه الطبول التي تغرع تخرج هذا العمل عن دائرة المشروعية. الشغلة ما وقعت له، قلت له يا أخي أنا ما كلامي معك ما في لا إله إلا الله، في هذه الصفة التي تذكر الله بها أي هذا التمايل ما فيه. قلت له طيب خلاص، أنا الآن أقرأ على مسامعك سورة الفاتحة، الفاتحة دي بدعة؟ قال لي لا. قلت طيب أنا أقرأ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، وبدأت تتمايل كده. قال لا يا شيخ ما تقعد تتطوطح كده. قلت لا أنت أنكرت شنو؟ الفاتحة ما قرآن وأنا بقرأ فوقه. قال لي لا أنت ما تتطوطح، القرآن ما تتطوطح. قلت لا بس تتطوطح هذه الصفة التي أنهاك عنها، إذن أنت تذكر الله عز وجل ولا داعي لأن تتمايل يمنة ويسرى، وتذكر الله كما قال الله عز وجل ادعو ربك في نفسك تضرعا وخفية ودون الجهر من القول بالغدو والآصال إلى آخر. إذن هذه صفة أداء العبادة، صفة غير مشروعة. النوع الرابع والأخير ما يكون بتخصيص وقت معين لعبادة مشروعة لم يخصصه الشارع، كتخصيص ليلة السابع والعشرين من رجب والنصف من شعبان بصيام أو قيام. نقول أصل الصيام والقيام مشروع، ولكن هذا التخصيص لا بد له من دليل، لأنه قبل بينا يا أخوان إنه العبادات بترتبط بمواقيت زمانية ومكانية، وكلها مسؤولية الشارع اللي بيحدد الشارع. يعني نحن بنعيد يوم واحد من شوال في كل سنة، مش كده؟ عيد الفطر واحد من شوال، ده ميقات زمان الحدد منه الشارع. 10 من ذي الحجة ده ميقات زماني، عيد الأضحى كل سنة الحدد منه الشارع، وهكذا. فكونك تصوم وتصلي أصل الصيام والقيام مشروع، لكن تخصيص يوم 27 رجب أو 30 أو 15 شعبان بصيام وقيام، نقول ما الذي دلك على ذلك؟ وهنا أمر مهم أيضا
بالنسبة للذين يتصدقون على موتاهم. يا أخواننا بجوز إنك عندك زول ميت، أيوة بجوز إنك تعمل طعام وتتصدق لهذا الميت، هذا أمر مشروع، لكن ما تربط بميقات زمان محدد. كله خلي الشغلة مفتوحة وما تحدد يوم. متى ما يسر الله عز وجل لك أخرج الطعام وتصدق عن الميت، مش كده؟ لكن يومك التحدد يوم كده من شهر كده، كله هنا لزاما علي أطلع الطعام، هنا يقع الحرج بهذا التخصيص. لعل الأمر واضح لديكم. هذه هي الأنواع الأربعة، منها ما يكون في أصل العبادة، ومنها ما يكون في صفة أداء العبادة، ومنها ما يكون في زيادة على العبادة، وأخيرا منها ما يكون بتخصيص وقت معين لعبادة مشروعة. أما البقية فأنتم لستم بحاجة إليها. طيب في عجالة، وقلنا ووعدنا بأن نختم الكلام في هذا الباب، الذين يجفون في النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويزهدون الناس في سنته صلى الله عليه وسلم، وقد كثروا يدعون الناس إلى الاختصار على القرآن ونبذ السنة، ويقولون النبي صلى الله عليه وآله وسلم مبلغ وليس بمشرع. وحتى لا نطيل في دقائق معدودة ويختم أخونا آدم ولعلنا قد أطلنا، لكن نختم بهذه المادة بعجالة. أول حاجة يا أخوان، يقول الله عز وجل: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بالبينات والزبر، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. لتبين للناس، من المبين؟ الجواب هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أين البيان؟ عبر سنته صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا البيان المذكور في الآية على قسمين يا أخوان: بيان للفظ القرآن ونظم القرآن كما هو، زي ما جاء القرآن تبين، يعني من سورة الفاتحة لسورة الناس بدون تفسير، تبين بس لفظ القرآن ونظم القرآن كما هو. وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وبين، حتى أن عائشة قالت: أربع من حدثك بهن فقد أعظم على الله الفرية. ومن جملة الأربعة قالت: ومن حدثك أن محمداً صلى الله عليه وآله وسلم كتم شيئاً مما أوحاه الله إليه فقد أعظم على الله الفرية. وذكرت قوله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. ده النوع الأول، بيان للفظ القرآن ونظم القرآن كما هو، فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أما النوع الثاني والبدو ينكرون الناس ديل وما يسمى بالقرآنيين، وهم يشككون الناس في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويحضون الناس على الاقتصار على القرآن. نقول أول حاجة، ديل ما عندهم علاقة مع القرآن ولا السنة، هذا أول حكم. كل من زعم أنه يقتصر على القرآن وهو ليس في حاجة إلى السنة ولا يعترف بالسنة أو يغلل من مكانة السنة فهو مرتد عن الإسلام إجمالا وتفصيلا، فليعلم ذلك جيدا. النوع الثاني اللي انكره الناس دي هو أن السنة تبين القرآن. يا إخوان، يا أخي، السنة تفصل المجمل وتقيد المطلق وتخصص العام. وأسع الزول اللي بيقول اقتصر على القرآن، نبدأ بالصلاة، مش يا إخوان؟ الصلاة عماد الدين، مش كده؟ وهي الركن الكم يا الشيخ، الركن الثالث بعد الشهادتين، مش كده؟ ومن أعظم الفرائض. طيب كيف تصلي؟ القرآن بالنسبة للصلاة ذكر في باب الإجمال، قال تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاب موقوتا. كلام في باب الإجمال، أين البيان والتفصيل؟ الجواب: عبر سنته صلى الله عليه وسلم. وإلا أمسك القرآن من أوله إلى آخره، وريني إن القرآن خمس صلوات في اليوم والليلة، والفجر ركعتين جهرية، والظهر أربعة سرية، والعصر أربعة سرية، والمغرب ثلاثة اثنين جهرية واحدة سرية، والعشاء أربعة، وريني في القرآن من أوله إلى آخره، لن تجد إلى ذلك سبيلا. ما في
ما في بس في باب الإجمال. البيان وين؟ في السنة للتجاري منها وبتنفر الناس منها، حيث يقول عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. السنة بيّنت لنا يا أخي نصلي 5 صلوات في اليوم والليلة، وكيف نصلي بيّنت لنا السنة. في القرآن ما في، فأنت لو بتقتصر على القرآن معناته ما بتصلي، والما بصلي ماله يا أخوان. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها قد كفر، رواه أبو داود عن بريدة. وفي صحيح مسلم من حديث جابر: إن الفرق بين الرجل والكفر والشرك ترك الصلاة. إذا ما بتصلي أنت. الصلاة جاءت في باب الإجمال التفصيل في السنة يا أخي. وكذا الزكاة: وآتوا الزكاة. أنت بتزكي، الزكاة برضو ركن من أركان الإسلام. وريني النصاب بتاع الزكاة في القرآن من أول سورة إلى آخر سورة. إن الإبل من 3 وحدي، والبقر من 30 وحدي، والغنم والضان من 40 وحدي. وريني النصاب ده، ما في كلكم نصاب الزكاة وين؟ النصاب في السنة هناك، أما في القرآن جاء في باب الإجمال وحسب. القرآن والسنة صنوان يا أخي. يا أخي إن الذين يفرقون بين الله ورسله، إن الذين يفرقون بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، أولئك هم الكافرون حقا، واعتدنا للكافرين عذابا أليما. الزكاة، شرط الزكاة شنو يا أخوان؟ أن يحول الحول، مش كده؟ ده الزوال المقتدر. طيب وريني شرط الزكاة في القرآن من أول سورة إلى آخر سورة. ما في يا أخوان. إذن السنة تفسر القرآن، توضح المجمل وتخصص العام. ومثال من أمثلة تخصيص العام قول الله عز وجل: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير إلى آخر الآية. ده نص عام يا أخوان. السنة جاءت شنو؟ خصصته، كقوله صلى الله عليه وآله وسلم: أحلت لنا ميتتان ودمان. فأما الميتتان فالسمك بجميع أنواعه والجراد. قال: أما الميتتان فالحوت، الحوت يعني السمك بجميع أنواعه، والجراد. وأما الدمان فالكبد والطحال. وهذا الذي يزهد الناس في السنة. الغريبة بيأكل الميتة، من جملة ذلك السمك، مش كده؟ بيأكل، والله صحيح. طيب أنت تقول اقتصروا على القرآن، القرآن حرم الميتة، السمك مش ميتة؟ فإن الله يقول: حرمت عليكم الميتة. ما تأكل بنص القرآن، دار تأكل، تأكل بنص السنة التي فررت منها وتحاول أن تزهد الناس فيها. لكن على السنة قاعدين، وبيظلوا قاعدين إن شاء الله متوافرون، نسأل الله يجعلنا وإياكم منهم. لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خاذلهم، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم. الناس اللي بيقوا بيلموا أهل البدع ويأكلوا معام ويشربوا معام ويحتفلوا معام، لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. فده نص عام خصصته السنة. كذلك قول الله عز وجل: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. ده نص عام خصصته السنة أيضا. في مستدرك الحاكم أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على أصحابه وفي يده قطعة من ذهب وفي الأخرى قطعة من حرير، وقال: هذا حرام على الذكور من أمتي، حل لإناثهم. مش كلام واضح؟ إذن حرم الذهب والحرير على الرجال. فمن أتى ولبس الذهب والحرير واحتج بقوله تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، احتججنا عليه بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه حرم الذهب والحرير على الرجال. فإن رفض حكمنا عليه بالكفر والردة ولا نبالي أبدا. ختاما، هذا الصنف ليس وليد اليوم يا إخوان، منذ العهد الأول في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن مسعود أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لعن الله النامصة والمتنمصة، إلى آخر الحديث حتى نختصر. قال: فسمعت به امرأة
من بني أسد يقال لها أم يعقوب، قالت يا ابن مسعود إني سمعتك تلعن من لم يلعن الله في كتابه. قالت لي والله أنا قريت القرآن كله ما لقيت لعن الله النامصة والمتنمصة والفالجة. قالت له ما لقيت الكلام. قال أما والله لو أنك قرأت كتاب الله لوجدت ذلك، يعني لو قرأت بتدبر وإمعان. قال فإن الله يقول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال فسكتت، فحجها فسكتت. فقالت ولكن زوجتك تفعل ذلك، وده طلوع من الموضوع. قالت لي أخبرتك بتعمل كده؟ قال أما قال ادخلي عليها. قال لي أخشي طوالي. قال فلما دخلت عليها لم تجد ما تقول، فرية ساي وكذب وإشاعات. فلما خرجت قال أما والله لو كانت تفعل ذلك لما جامعناها، وفي لفظ لطلقناها. ما بيلعبوا الصحابة كلكم. فده من الأول رفضت الاحتجاج بالسنة في البادي الأمر، وأصرت على القرآن. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد تنبأ بأمثال هؤلاء، وهذا آخر حديث على الإطلاق، حديث المقدام معد بن كعب معد بن كرب رضي الله عنه وأرضاه، الذي رواه أبو داود والترمذي وصححه العلامة الألباني، أنه قال أوتيت الكتاب ومثله معه. ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. وفي زيادة قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإن كل ما أحل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حلال، ألا وإن كل ما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حرام. فالنبي صلى الله عليه وسلم يشرع يا أخوان ويحلل ويحرم بوحي من الله سبحانه وتعالى. هذا ما أردنا قوله في عجالة، إن كان الكلام يطول وناسب للإطالة، لكن سيأذن الله يجعل هذا المجلس في ميزان حسنات من قام بهذا العمل، وسيأذن الله الله أن يجعلنا وإياكم جميعا من المرحومين، ويجعل هذا التفرق إن شاء الله تفرق معصوم. نسأل الله يجمعنا وإياكم في أعلى الجنان كما جمعنا وإياكم في هذا المجلس، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد، والسلام عليكم ورحمة الله.